أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي 3 زوجات، ومن باب التشجيع لهن لحفظ القرآن أعطي زيادة من المال للتي تحفظ من القرآن أكثر. إيش؟ يقول: عندي 3 زوجات، ومن باب التشجيع لهن لحفظ القرآن أعطي زيادة من المال للتي تحفظ أكثر. لا بأس بذلك، إذا أعطيت كل واحدة نفقتها، كسوتها، مؤونتها، سكنها، هذا اللي يجب فيه التسوية. أما أنك تعطيها زيادة أو على عمل تقوم به، لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.